مهرجان العالمين وفعالياته الاستثنائية بيشغلوا كل المتابعين حول العالم على السوشيال ميديا، خصوصا مع وجود عدد كبير جدا من صانعي المحتوى اللي بيحضروا فعاليات المهرجان. دورهم ايه؟ صانعي المحتوى بيعملوا ايه في المهرجان؟ دورهم ايه للترويج ليه كمان؟ خلونا نعرف من زميلتنا جمانة ماهر واللي هتعمل لقاء مع وليد مصطفى صانع المحتوى. مساء الخير عليك يا جمانة مرة تانية، واسألي بيحب اغنية إيه تامر حسني كمان. ازيك يا فساد، عامله ايه؟ زي ما قلتي انا معايا طبعا الكونتنت كرييتور الصديق والزميل العزيز وليد مصطفى. ازيك يا وليد؟ ازيك عامله ايه؟ ممكن الاول اسلم على فساد. ازيك يا فساد عامله ايه؟ هاي ازيك؟ فايتك كتير صح؟ انتوا بتغزوني؟ سلم عليك. انا مش سامعك بس حاسس بيك. بقول لك انت بتغزني قوي بصراحه، فايتك كتير قوي بصراحه. جمانة اكيد اللي قايله لك تقول كده. انا بغزها برضه بقالي حبه بس هي مسامحه يعني. والله ابدا من نفسه والله العظيم. عامة بس انت بتقول لك ايه اكتر اغنيه حبيتها امبارح لتامر حسني؟ كل مره. طب ما تسمعنا حته. كنت متاكد والله عشان كده قلت دي، هو ما غناهاش اصلا امبارح. انت حاسس اغني؟ اغنى. طب هات المايك. هتنفعلي معايا؟ ده احنا ده هو انا لا انت هتنفعلي. احنا بجد بنغني على القناه الاولى المصريه. يلا. كل مره بشوفك فيها ببقى نفسي ايه. انا شايف كفايه كده عشان الناس تكمل بقيه البرنامج. طب ممكن مش حابب تكمل؟ انا عارفه انت عندك موهبه ال اقول لك انك كلك على بعضك عندي بالحياه. طيب انا بحييك عامه على المعزوفه دي بس. امشي. لا خلاص وليد، يعني انا طبعا سعيده ان انت معايا النهارده من على ممشى العالمين، واحنا بنتكلم على فعاليات مهرجان العالمين. انت مش اول مره تكون موجود، فخليني كده اعرف منك، انت كونتنت كرييتر، صانع محتوى وبلوجر وعندك متابعين كتير جدا على انستغرام، انت بتشوف انه مهرجان العالمين عامه بشكل عام شايفه ازاي؟ شايفه بيفرق قد ايه فكره وجود اكتيفيتيز وانشطه فعاليات كتير؟ لا انا شايفه كل سنه بصراحه احلى من اللي قبله، في نقطه ان احنا خلاص نقدر دلوقتي نفضل قاعدين في الساحل فتره اطول. يعني مش مضطر ارجع القاهره وارجع تاني وافضل رايح راجع. فانا مبسوط، انا مبسوط قوي السنه دي، انا مبسوط قوي. الجو كمان في صالحنا، انا في قمه سعادتي السنه دي. الجو في صالحك قوي قوي، مش عايز ارجع القاهره، مش عايز. الجو في صالحك ازاي؟ الجو في صالحي ده سؤال تريكي. الجو في صالحي ان انا ده اول صيف ليا وانا متجوز، مراتي قاعده ورا ومبسوطين، ومفيش بقى جالها تحيه طبعا ريم، ومفيش بقى فرهه. يعني هو مكان واحد بنيجي نركن ونقعد، مفيش بقى هو روح وتعالى واجري والدوشه بتاعت القاهره دي. انا قادر ريلاكس للاخر. تلاقي كل حاجه في نفس المكان بالظبط. جدا جدا. طب انت لحد دلوقتي ايه الاكتيفيتيز اللي عملتها؟ والله احنا معظم الاكتيفيتيز عملناها سوا، فهنعتبر ان انت ما كنتيش معانا. من اول البادل للسينما لحفله تامر امبارح كانت واو. في حفلتين ثلاثه جايين كده برضو واو اكتر. وبناكل كتير قوي بقى، احنا بناكل سمك كتير قوي قوي. معلش يا بسنت. بس انت ما بتردش عليا اصلا، انا مش عارفه ده معناه ايه بس يعني. قامت. طب قول لي يا وليد، انت انا معاكوا بقلبي. اكتيفيتيز كتير عملناها. انا معاكوا بقلبي يا جمانة، يعني هي معانا بقلبها. ولو ما خدتش اجازه هي معانا بقلبها، هي مسامحه عامه. مش قوي بس تمام. وده يعني ده بسنت بص بتوجه لي انا تحديدا غالبا انذار، بتقولي لو ما خدتش اجازه وجيت قريب في تهديد. بس لا فسنت هتيجي ان شاء الله وهتبقي هنا معانا وهنعمل لقاءات وهنبسط في الجو ده. بس وليد انا عارفه ان هو ليه كده وجهه نظر مختلفه شويه في الصيف، عايز اعرف منك انت بتحب الصيف الطيب ولا الصيف الشرير، او الساحل الطيب والساحل الشرير؟ لا انا ساحل طيب قوي. ده انا طيب اللي هو قوي دلوقتي، في كذا في طيب وطيب قوي. انا في الطيب قوي، انا بقول لك بريلاكس خالص. انا بركن العربيه ما بركبهاش غير وانا ماشي. العالمين نقلتلك الساحل الطيب في كل حاجه بقى. انا احب قوي وديني حته وسيبيني وامشي. فانا طب ايه الفرق يعني، ايه علامات الساحل الطيب والساحل الشرير؟ يعني انت تقول ده ساحل طيب وده ساحل شرير. بصي مبدئيا كمسميات، الساحل الطيب لو عندك حاجه فيه تبقي مالك، الشرير تبقي اونر. البوابه في الساحل الطيب بتفتح ورا قدام، الشرير بتفتح فوق وتحت. دخولك الساحل الطيب بتبقى بجمل كامله مكتمله، يعني 15 ياقوتة عند عماره واحد شقه خمسه الدور الاول عمارات الياسمين جمله. لازم تقولي للسكيورتي لا، الساحل الشرير بيبقى كيو ار كود او رقم سري او كله الكترونيك. فانا طيب. انت طيب؟ طيب
قوي قوي. انا طالع على الله. احكي لي كده عن يومك الصبح كده من اول ما بتبتدي لحد بالليل هنا، انت بتعمل ايه؟ انا بالظبط بصحى من النوم. اولا بصحى الجو حلو، القهوه، لو هلعب رياضه الكساله اللي هي البادل، معلش انا مسميها رياضه الكساله، انا اسف لاي حد بيلعب بادل، انا بلعبها كتير، هي رياضه الكساله عشان سهله، ما هيش يعني مش مفهومه، مش تنس ولا سكواش يعني، لو مكسل انزل بادل، عارفه حتى اللي بيلعبوها كلهم عواجيز ظهرهم وجعهم كده يعني. في ناس كتير بتلعبها يا وليد. ما احنا بنلعب سوا مع بعض. انا عارف يعني احنا فاهمين بعض. ولازم انا بصراحه كل يوم بخش السينما بالليل، يعني انا اي فيلم فايتني في القاهره تيجي تلحقه هنا بلمه في انا بحب السينما الساحل قوي، بحس بفايب حلو كده وانا مخلص السينما، اطلع اقعد على البحر شويه وارجع بيتنا. انا في الحته دي. وعايزه اقول لك برده يا بسنت، الحقيقه ان وليد بينزل من الصبح تلاقيه بقى موجود على في الفاستيف ارينا بيلعب بادل شويه، فولي بول شويه، بيتكلم مع الناس شويه، فهو متفاعل قوي هنا معانا. وانا حاسه ان هو حسن انت رجعت زمانة، رجعت شباب. انا حاسس الناس كلها رايقه يعني، الجو مخلي الناس كلها مروقه، الاتموسفير حلو وهادي كده، مش عايز ارجع والله. ايوه بسنت جمانة، انت حكيتي له بس ان احنا كنا بنتفرج على الفيديوهات بتاعته لما كنا بنبقى مع بعض كتير قوي بنتفرج عليها، فاحنا عايزينه يعمل ده اكتر من العالمين، عايزينه يعمل ده اكتر من المهرجان. ايه لا لا، ما يعني هو بص بسنت بتوجه لك نداء، بتقول لك احنا بنتفرج. في الحقيقه انا وبسنت كنا بنتفرج على فيديوز كتير ليك، لانه يعني الحقيقه وليد من اكتر الكونتنت كرييترز، او من اكتر سريع المحتوى اللي دمهم خفيف جدا، فبتطلب منك انت تعمل فيديوز اكتر من العالمين. والله انا قاعد صدقيني، وقاعد يا بسنت صدقيني، هو فعلا قاعد. الفتره الجايه انت هزهقك، انت مش فاهمه قد ايه انا مبسوط هنا. انا حاسه بس يا وليد ان جمانة هي اللي بتحقد عليك. والله ما كنتش عامل حسابي ان انا طالع، انا كنت معدي جمانة قالت لي تعالى. والله ابدا، والله ابدا، ده انا صدقيه بس انت احنا هنا يعني بنتعاون مع بعض على قد ما نقدر، فرايحين جايين على اكتيفيتيز مش عارفين، فعلا مش لاحقين زي ما قلت لك قبل كده، فعلا مش لاحقين ان احنا نلم كم الاكتيفيتيز الموجوده. وبالمناسبه كمان ان مصطفى رايح بعد شويه، وليد رايح بعد شويه، مصطفى بابا يجي دلوقتي هيروح معانا، دي دعوه. وليد رايح كمان حفله المصريين كمان شويه، وامبارح كان في حفله نجم تامر حسني. طب كلمني على حفله امبارح وبعد كده هنتكلم على الحفلات اللي جايه كمان. والله هبان بطبل شويه عشان بحبه قوي، بس امبارح كانت يعني من احلى الحفلات اللي عملها مثلا في اخر 3 4 سنين. ليه اشمعنى؟ كانت متنظمه حلوه قوي، ما تبهدلناش الساوند سيستم، انا بركز قوي في الساوند سيستم والكلام ده، كان حلو قوي قوي قوي. و يعني ما حسيتش يعني حسيت ان كانت معايا ريم كمان، عشان زي ما بقول لسه متجوز جديد وكده، فكنت شايل همها، ما اتضايقتش خالص. كل حاجه كانت بتتكلم على التنظيم، من ناحيه التنظيم كانت كويسه جدا. طب بالنسبه بقى للستيج نفسها، لا هو الستيج تامر وكاظم والفيفا، لا السنه دي بوم. طب عايز تحضر حفلات مين تاني؟ والله كده كده عمرو دياب طبعا، ما فيش كلام. نفسي قوي تامر عاشور يجي. لو تامر عاشور جه ده نداء، لو تامر عاشور جه انا هبات في الستيج. انت متاكد؟ انا الاغاني الحزينه بتسعدني، في اغاني حزينه كتير. تامر عاشور اغانيه الحزينه بتسعدني، لو جه انا مش خلاص انا تمام. طب انت عمرو دياب خلاص، عمرو دياب مبدئيا جاي كده طبعا يعني. طيب هتستنى اغنيه ايه من عمرو دياب؟ فاهمك كل اغانيه بحبها، كل اغانيه انا منتظر كل اغانيه. اصل هقول لك هتقولي لي غنيها. لا خلاص مش هعمل كده فيك، لازم تبقى على غفله، لازم تبقى مفاجاه. وليد انا مبسوطه قوي ان انا قابلتك النهارده، وطبعا يعني اعتقد احنا هيبقى في لقاءات تانية كتير بينا. هتشغلوا الكاميرا هتلاقوني معدي ورا في حته، اما ادعي لي تعال اقف. شكرا يا وليد، دورتني. ثانك يو ميرسي يا وليد، باي باي. وده فساد كان لقائنا مع البلوجر وليد مصطفى. زي ما شفتي كده في بجد في شباب كتير قوي موجودين هنا، في حاجات كتير قوي تتعمل، في اكتيفيتيز وانشطه كتير قوي تتعمل، الجو نفسه حلو قوي، الرياضه، الفن، الثقافه كله موجود، الكونسرتس اللي بتتعمل كله كمان موجود، مسرحيات، في سينما، في يعني فعلا في انشطه طول الوقت موجوده. ويعني في ناس كتير طول ما انت ماشيه بتقعدي بتقابلي ناس كتير قوي، وكله بيقول لك نفس الفيدباك عن المهرجان السنه دي برغم نجاح النسخه الاولى، لكن النسخه الثانيه كمان الحقيقه محققه نجاح
بشكل كبير جدا حقيقي. يعني نقدر نقول ان هو نجاح يكمل نجاح النسخه الاولى. والحقيقه انه اداره المهرجان كل شويه بتفاجئنا بحاجه جديده، ولسه كمان في شهر 8 في اغسطس هيبتدي كمان مفاجات كتير كتير جدا 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 ابتدت كده بشايرها تبان يا فسنت. واحنا هنكون معاكي طبعا من هنا عشان نكشف كل المفاجات والكواليس لحظه بلحظه من مدينه العالمين. شكرا ليكي يا جمانة، والشكر موصول اكيد لوليد مصطفى وكمان اكيد مراته ريم.